متابعين حلقتنا لليوم بإلايف وجولة على أبرز برامج السهرة عبر الام تي في. بتعالج كلود أبو ناظر هندي هالأسبوع بتحقيق قضية الاغتصاب، وبتطرح الأسباب يلي بتحفز المغتصب على الاغتصاب، من ضمنها طبعا المشاكل النفسية، وبتحكي أكثر عن هالجرم بالقانون اللبناني. رح بيكون في شهادات لنساء تعرضوا للاغتصاب وقدروا ينجوا منه، رح بيكون في شهادة مؤلمة لعائلة خسرت بنتها بسبب إجرام المغتصب. أكيد تفاصيل أكثر عن هالحلقة رح تتابعوها الليلة الساعة 7:45 عبر الام تي في. طبعا من بعد النشرة الإخبارية وبعد النشرة أنتم على موعد مع حلقة مميزة من ديو المشاهير. رح نشوف الليلة مين رح يغادر البرنامج، وكمان رح نستمتع بضيوف البرنامج لليلة. وأكيد كتار ناطرين تعليقات لجنة التحكيم. وبدي أقول الليلة رح بتكون مايا دياب نجمة الحلقة، بالإضافة أكيد لمجموعة من الفنانين ومن بينهم جو أشقر، تينا ياموت، وإلي حاتم. فكونوا على الموعد ليلي مباشرة بعد نشرة الأخبار تقريبا على الساعة 8:30. أما نحن فرح نكفي حلقتنا لليوم ونكون بعد شوي مع مشوار ونروح على عكار، وبعده مباشرة شيف شارل بيكون جاهز معنا تنكون كمان مع ديسير ولا أطيب. وهيك كم قديه بعد عندي وقت 30 ثانية. طيب الشباب يلي ما عد الليستة، لكن اتمنى لكم نهار موفق. من على الساعة 10 رح ننتقل للصرح البطريركي ببكركي لنقل قديس بيترأس غبطة البطريرك بشارة الراعي خاص بشهداء الجيش اللبناني. تنعود لمتابعة حلقتنا حوالي الساعة 12 مع غسان يمين وميوزيكل خاصة بعيد الميلاد عند الكنيسة الأرمنية. صار فينا نروح على موجة سريعة للأخبار، نرجع من بعده لحلقتنا.